ما الدور الذي يستفز درة؟ ديما نحب نحكي حكاية تخص المرأة. نحب نتكرم في العالم الكل ونتشرف برشا كي نتكرم في أي بلاد وخاصة بلاد عربية، ولكن التكريم في تونس في بلادي عنده معزة خاصة. فدرة بها اليوم تسلمت درع تكريمها بالمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بدورته السابعة ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، واللي حرص المهرجان أنه يسلط الضوء على قضاياها والفئات المهمشة منها. الاختيار تم حسب توجه معين، توجه السنة كان حول حقوق المرأة و تسليط الضوء على المرأة بصفة عامة والنساء، دونك قلنا يلزم التكريم يتوجه للفئة هذه اللي هي فئة النساء، وقلنا علاش لا ما يكونوش التوانسة اللي هما خلاو أثر وبصمة في تاريخ السينما التونسية. درة نجمة عربية، درة صديقة، وهي قارية حقوق. قبل خدمنا مسرحية متاع جون جوني إخراج توفيق جبالي الفلسطينيين، ودرة اللي ما يعرفوهش الناس اللي هي عملت برشا مسرح وتكونت معناها مع أساتذة كبار في تونس وفي العالم. نفرح برشا اني انا نعطيها التكريم وهي تستحق التكريم هذايا ومشرفتنا في مصر وفي الوطن العربي. واهتمام درة بقضايا المرأة بنشوفه من خلال الأدوار المتنوعة والأعمال اللي بتناقش هالنوع من نواحي مختلفة. صحيح أنا خدمت الميموار متاعي على لاجئين فلسطين، على حق العودة للاجئين وعلى الهوية الفلسطينية، ويعني ديما عندي هاجس واهتمام بحقوق الإنسان والأقليات. أيضا ديما نحب نحكي حكاية تخص المرأة مسها مزيل برشا حكيت وبرشا بنيت وبرشا نسي ما حكيناش عليهم. أنا ماشي كفاية كده يا عمر، أنا مش هقدر استحمل أكتر من كده. ومن أبرز الأدوار اللي قدمتها ومثلت فيها عدد كبير من النساء هي شخصية غالية بمسلسل زي القمر اللي لاقت تفاعل كبير عند الجمهور. غالية يمكن مست شريحة من التو، معناها ان بروبليم اكتويل برشا عنده علاقة بالعلاقات اللي تنشأ من استخدام الانترنت، اوسي ان بروبليم اكتويل ومشكلة أزلية اللي نربطه حياة المرأة ونجاحها وسعادتها بالزواج فقط. عارف يا عمر، أنا ندمان أن أنا استحملت أسلوبك وطريقتك معايا وإهانتك لأخويا، بس خلاص كفاية، أنا مش قادر، أنا لازم أمشي، كفاية بقى، أنت ما بتفكرش غير في نفسك وبس. ودرة دايما بتدور على أدوار مركبة اللي فيها تشالنج وبتطرح مواضيع وقضايا جديدة وجريئة بعيدة عن شخصيتها. في بينك وبين هاشم برشا أدوار نعتذر عليها وليت، وخاصة الأدوار اللي تحطني في قالب أو نمط معين. ديما نسعى أنا نحب أكثر الأدوار المركبة أو الأدوار اللي بعيدة شوي عليا، كيما نقدم حاجات تمسني شخصيا، كيما نقدم مشاكل تنجم تكون ما تمسنيش أنا بشكل مباشر ولكن تهم برشا نساء أخرين. ويبدو أنه قريبا حتخوض تجربة جديدة مع المخرجة نيفين شلبي. أتمنى أنه الأمور تمشي بشكل جيد ونصور يعني بعد العيد انه ما يحصلش اي حاجه. وتواجد نيفين بالمهرجان كان لعرض فيلمها النهارده يوم جميل. سعيده بالاختيار فيلمي ان هو يكون حفل الافتتاح وخصوصا في تونس، لانه انا بالنسبه لي في خصوصيه شديده جدا للمراه التونسيه عن بقيه النساء في الوطن العربي، لانه من وجهه نظري انا شايفه المراه التونسيه اكتر مراه عربيه يمكن واخده حقوقها اكتر. بلد بالنسبه لي سينمائيا لها مستوى رفيع جدا، بالإضافة إنه النساء والحقوقيين والحقوقيات التوانسة مهتمين إن هم يقولوا رأيهم في فيلمي، خصوصاً إن هو بيناقش قضايا ممكن تكون عربية مش مصرية فقط، زي قضايا الاغتصاب الزوجي أو المراهقة المتأخرة والفتور الزوجي ما بين الزوجين. عايز أعمل بحضر إيه؟